السلام عليكم. موضوع الفيديو ديال هذا اليوم هو بعض المشتريات من الجوطية. في الحقيقة بزاف ديال الناس عندهم الشراء من الجوطية هو واحد المسألة اللي دونية، وهي مقتصرة غير على الفقراء أو شي حاجة بحال هكذا، بينما الجوطية هي واحد السوق اللي معروف في جميع دول العالم المتقدمة والغير المتقدمة، فالناس تتلقى فيها بزاف ديال الأمورات بأثمنة اللي هي مرفقة. تنمشي أنا للجوطية بحال جميع الناس وتنشري شي حوايج، مثلا دي بياس تنقلب عليهم، تنكون شريت شي حاجة أو عندي شي حاجة اللي شي آلة أو هذا اللي خاصها شي بياسه، واحيانا تتكون قديمه ما تتلقاهاش في الجديد، فتيمكن تلقاها وتيمكن تلقاو شي حوايج اللي انسوليت، بحال البياس اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم. الوغ باختصار، فاش مشيت لهاد الحد الفايت للجوطيه شريت صباط، شريت صباط جديد بالكارطونه ديالو، صباط ديال الخدمه في الحقيقه، كاين اللي ممكن كاع يخرج به وهذا. انا عارف الاثمنه، وهذا السيد جايبهم، جايب واحد العدد منهم، هو من الجاليه المقيمه بالخارج، جايب واحد العدد وخديته بثمن اللي مزيان. خديت ايضا سيكاتور، سيكاتور باش نقطع، انا تنهتم بالنباتات باش نخدم به، وحتى هو راه عارف الثمن ديالو. مثلا في الجوطيه في حقها خاصك من الاساسيات انك ضروري تيخصك تكون عارف الاثمنه ديال الحوايج اللي غتشري، باش لان احيانا تيطلبوا لك اكثر من ثمن جديد. وصلنا دابا للموضوع علاش بغيت نهضر، واللي هو واحد احيانا تتلقى في الجوطيه شي حوايج اللي انسوليت. مثلا دابا لقيت هادو دراهم ديال الجلد فري كوير، هادو الشركة اللي مدايراهم، دابا هادي راه النمرة 41، الشركة اللي مدايراهم راه دايراهم اعراض على حساب الخياطة. بالنسبة لي انا راه غير غادي نقطعهم، وهادو جلد والثمن بسيط، الجوجة بخمسة دراهم. انا في الحقيقة شريت غير واحد الستة ديال الزوجات، لانه صعيب باش تلقى باش تخاويهم، ان عنده الكثرة وعباد الله رونات له داكشي. هادو لاش غادي يصلحوا لي؟ غادي يصلحوا، غنديرهم فراشات للصباط من حيث تيكون شوية وافي، او الصباط مثلا تتشريه بحال هكا عند الناس اللي تيجيو من الخارج او هذا، تتشريه وتتكون تيكون الثمن ديالو مناسب ورائع، ولكن ما عندوش فراشه، او هادو تيصلحوا لهذا الغرض، او تيكون عندك واحد سبرديله او صباط وتيكون شويه وافي، تتلبسو في الشتاء مع التقاشر تيجيك هو هذاك، ولكن من حيت تتبغي تلبسو في الربيع او هذا او في الخريف، ف تيجيك شويه واسع مع تقاشر رقاق. فالحل هو هذا. الوغ شنو راني بحال دابا هادو راني درتهم لواحد السبرديله، وقت تنقطعهم على حساب هذا، على حساب القدر اللي بغيت، وراني مازال غادي نحكهم ونقادهم. الوغ خمسة ديال الدراهم للزوجه راهم رائعين ورائعين بزاف. الشراء في الجوطية في الحقيقة راه واحد العدد ديال الناس، عدد كبير ديال الناس اللي غالطين فيه. هذا كان فيديو قصير، هكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. تنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء.